السلام عليكم. تقرر اليوم إعادة بحث ملعب 5 جويلية وإحياء المشروع اللي كان يعني لتجولي كان متوقف يعني لمدة أكثر من منذ أن يعني 2014، يعني تقريبا 10 سنوات. الآن تقرر إعادة بعث المشروع تاع تغطية ملعب 5 جويلية، وكذلك تحويل السعة ديالو إلى 70,000 متفرج، وكذلك يعني زيادة إذن في المقاعد وغلق الجهة تاع الفلومبو هذيك باش يصبح يعني الشكل ديالو دائري كامل حسب يعني التصاميم اللي عندنا هنايا، نلاحظوها هنا في هذه الصور. إذن هذه بادرة خير، وإن شاء الله تكون يعني الملعب هذا يكون جاهز في 2025، يعني عندنا سنتين لاكتمال هذا المشروع نتاع تغطية ملعب 5 جويلية. وكذلك حسب التصريح نتاع وزير محمد طارق العريبي، قال بأنه الملعب تاع 5 جويلية تاع الملعب تاع براقي انتهت الأشغال به كلية في 5 جويلية الماضية، ما بقات إلا الأشغال في ملعب تيزي وزو اللي قربت يعني نسبة الأشغال فيه إلى حوالي 85%، وكذلك ملعب دويرة اللي فيه الأشغال ما زالت يعني على مستوى 65%. إذن هذه هي الخبر الجديد اللي يخص ملعب 5 جويلية اللي سوف يصبح مغطى كاملا، وتصبح لدينا 6 ملاعب مغطاة كلية إذا حسبنا ملعب سيج اللي هو أصغر حجما، لكن تصبح الجزائر بفضل هذا المشروع الدولة الثانية في ناحية الهياكل الرياضية الكروية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا بدون منازع، يعني بدون منازع، يعني حتى مصر ما عندهاش 6 ملاعب مغطاة كلية. إذا في الأخير أترككم مع الندوة الصحفية اللي قام بها وزير السكن والعمران محمد طارق العريبي في يعني نهاية الأسبوع هذه. والسلام عليكم. كما شهدت سنة 2022 وبعد القرار الصائب للسيد رئيس الجمهورية القاضي بتحويل ملفات التسيير الملاعب إلى قطاعنا الوزاري ما يلي: انتهاء الأشغال بالمركب الأولمبي هدفي لوهران بتاريخ جوان 22، والذي احتضن فعاليات البحر الأبيض المتوسط التي عرفت نجاحا كبير بشهادة الخبراء الجزائريين والأجانب. الانتهاء من أشغال براقي في 5 جويلية 2022 ونجاح كل التجارب التقنية حيث أصبح جاهزا لاحتضان كل المنافسات والبطولات الإفريقية. إعادة بعث ملعب تيزي وزو بعد أن كان متوقف لمدة سنتين حيث يعرف حاليا تقدم في الأشغال بنسبة 88%، وبعث مشروع الدويرة حيث يعرف تقدما في الأشغال بنسبة 65%. كما نقوم حاليا بتحضير لدفتر شروط الخاص بمشروع تحديث وتغطية ملعب 5 جويلية 1962 وزيادة طاقة استيعابه لتصل إلى 70,000 مكعب.